أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى واقترب الوعد الحق
الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم.